بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ننتقل إلى آية 42 من سورة بني إسرائيل أو الإسراء كما سكرت أي لفواياج نكتور. قل شوفي قل لي يا ناس يا ناس ادرسوا هذه قل في كل مكان تجد هذا الأمر الإلهي المبارك وصادر عن الله إلى حبل الأول محمد عليه الصلاة والسلام. قل لو كان معه أي لو نفرض ولكن فرض ليس له صلة بواقع الأمور. قل لو كان معه آلهة كما تقولون أي سفهاء يا لا عقول لكم. وهذا يلتقي فيها الكربي مع العجمي لأنهم في جهالة سواء بسواء. نسأل الله أن لا تمسنا جهالتهم ولو مدة نانو ثانية. أمين يا ربنا جنبنا الآثام هو عظيم الخطايا يا كريم. أيوة. قل لو كان معه آلهة كما تقولون. إذا شنو النتيجة؟ نراه في شريط الآتي إن شاء الله.